الريال. اشياء كلها تركيز ذهني في هذه المباراه وتركيز حتى في بالنسبه للدفاع اليوم نشوف موسى. اللاعبين الى ارضيه الميدان في قمه الاسبوع في الجهاب من جماهير السد التي تحضر الى المباراه بدرجه معقوله في حين جماهير الريان. الجمهور السداوي حاضر رغم ان المباراه بعيدا عن قلاعه 5 ب 3 15 نقطه كاملين، ويقف من بينهم حكم المباراه العائد من الحج وحجا مبرور وسعيا مشكور للسيد جهه اليسار فابيو سيزر في الكرة الثابتة من الجهة حسن الهيدوس عند ضربة الحرة المباشرة. فابيو سيزر يلعب كرة ساقطة إلى منطقة الجزاء، الكرة إلى ضربة وسط الميدان، اللعبة الكرة إلى الجهة. لذلك لا نجد فريقا بصراحة يحضر تكتيكيا بشكل جيد. هناك حديث إداري إلى أن الرجل غير من تكتيكه بعد إصابة عبد سيزر. سيزر الى اليه من جديد، لكن كورته مقطوعه الى صافره موجوده من حكم المباراه، موجوده المخالفه اذا لمصلحه الريان في وسط ملعبه عند فابيو سيزر. كره بين القائدين راول، لا نتكلم بلسان حال جمهور السد عامه ولكن اقول عينه، لكن جماهير السد تراجعت عن اقوالها في هذا العام الى جانب الفريق بعد ان كان الرجل الثاني في فتره السيد خورخي فوزان. كرة ملعوبة إلى اليسار، كالمباراة على ملعب نادي السد، هذه كرة الآن ملعوبة إلى الجهة اليسار إلى فابيو سيزر، سيزر يلعب كرة عرضية إلى منطقة الجزاء، الكرة مقطوعة واصلة، تمررت الكرة الآن بوسط الملعب. رودريجو تباتا والكرة عند فابيو سيزر اللي يلعب الكرة إلى يونس علي، رودريجو تباتا على اليمين، راحت الكرة إلى فابيو سيزر. كرة لحمد إسماعيل يلعب الكرة على طول إلى صالح فابيو سيزر، فابيو عدى، فابيو رجع. اليوم مش في أحسن أحواله، نيلمر دا سيلفا تقدم، نيلمر يلعب الكرة بعد ذلك إلى فابيو سيزر على الجهة اليمين، فابيو سيزر عدى، فابيو سيزر ما زال يعدي من يونغ سولي بعد ذلك يعيد فابيو سيزر بعد أن عدى منه مرة تحديدا السيد حسين عموتة. هذا التدخل الأخير اللي كان من يونغ سولي واستحق عليه قلب ملعب أحمد بن علي، والكرة الآن في وسط الميدان مستمرة، والكرة بعد ذلك صافرة، ضربة حرة مباشرة للريان. حسين عبوتة ربما يتلقى قرار من حكم المباراة السيد البلوشي لأنه يصل إلى أرضية الميدان براسية مقطوعة. من جديد الكرة ملعوبة إلى وسط الميدان، راسية إلى فابيو سيزر. كرة القدم تحتاج اللعب السهل، كرة القدم تحتاج اللعبة السهلة. استلم وسر الآن يتقدم فيها حمد إسماعيل، يعطيها فابيو سيزر، سيزر كرة ترد ممتازة صاروا، يا ساتر ما شاء الله عليه، رغم أنهم ثلاثة لكنه ما زال دوبر أمام السلية بأربع أهداف مقابل هدف واحد. فابيو سيزر يلعب كرة إلى نيلمار دا سيلفا، كوسولا كبيرة جدا كوسولا في هذه المواجهة. إذا فابيو سيزر الذي لم يحضر بالشكل الكبير ربما، والكرة فيها ضربة زاوية.